به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الهادي المبين إلى الطريق القويم. أحبتنا الطلبة، طلبة الصف الرابع، نبتدئ يومنا من جديد مليئا بالنشاط والحيوية إن شاء الله. نعد لنسأل ونكرر، من تابع منا حفظ سورة الملك؟ هناك من أتمها اليوم. نصل إلى الآية 30 من سورة الملك، وهكذا نقول قد أتمناها، ومن تابع بحفظها كل يوم من آيتين يكن قد حفظها إلى الآن. من تابع بحفظها أحبتنا الطلبة؟ من؟ بارك الله فيكم، أهلا يا أسد الله، بارك الله فيكم، شكرا لك. ميس تامر، سيما، سما، أسد الله، شكرا 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 لكم جميعا، سيما ومحمد وسما وأسد الله وعبد الله، محمود عوني، محمود احنا بس نفهم لعبد الله، مش مشكلة نتابع في حفظها. الآن أحبتنا الطلبة، هكذا نكون قد تابعنا واستمرنا في حفظ آيات سورة الملك، وهي من الآيات وتسمى من السبع المنجيات. الله عز وجل جعلها لها أهمية كبيرة، فهي تنجي من عذاب القبر كما قلنا، وهي النانعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها قبل النوم، هي وسورة السجدة. الآن أحبتنا الطلبة، توقفنا في الحصة السابقة عن حديثنا عن هؤلاء الكفار عندما كانوا يتمنون الموت لهؤلاء المؤمنون وللنبي صلى الله عليه وسلم، فأجابهم الله عز وجل بقول النبي: قل لهم أيها النبي إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، إن أماتني الله أو أخر موتنا أو رحمنا فمن يجيركم من عذاب أليم. إذا أردتم أن نموت أنا والمؤمنون وجميعا أيها الكفار، أنتم أيها الكفار، من يحميكم من عذاب الله الأليم؟ فاليوم سنتحدث قوله تعالى، نتابع: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. الآن قل هو الرحمن، ما معنى الرحمن هنا؟ الرحمن صفة من صفات الله، اسم من أسماء الله الحسنى، أليس كذلك؟ الرحمن الرحيم. إذا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل هو الله الرحمن صدقنا به وعملنا بشرعه، أليس كذلك؟ صدقنا به وعملنا بشرعه وأطعناه. في كل أمورنا فستعلمون أيها الكافرون إذا نزل العذاب أي الفريقين منا أو منكم في بعد واضح عن الدين الإسلامي. هنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، ما معنى الضلال المبين؟ الذي يسير على غير هدى. الضلال المبين هو الذي يسير على غير هدى، لا يعلم أين يسير. إذا الرحمن الذي آمنا به وعليه توكلنا وعملنا بشرعه، فستعلمون أيها الكفار من هو الذي، أي الفريقين، نحن أم أنتم في ضلال مبين. تمام. في قوله تعالى هنا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قوله تعالى هنا: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الآن ماذا تحدثت ختام آيات سورة الملك؟ بقولنا هنا، قول الله عز وجل
للرسول الكريم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن صار ماءكم الذي تشربون منه في الأرض. ما معنى غورة؟ نعلم نحن نعلم ما هو الغور هنا، إن أصبح ماءكم غورة. ما معنى الغور هنا؟ عندما يكون داخل نرى هنا الماء داخل الأرض هنا. تقصد الآيات الكريمة هنا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن صار ماءكم الذي تشربون منه ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، فمن غير الله يجيئكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر للعيون، فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء ظاهر للعيون، ماء معين، ماء تراه الأعين، تمام. الآن هنا قدرة الله عز وجل بإخراج الماء للناس، فمن غير الله يخرج لنا الماء، فمن غير الله ينجينا، لا يوجد أحد. فهذه أكبر دلالات وأكبر قيم للانتعاض لهؤلاء الكفار بقدرة الله عز وجل ومن ينكرون وحدانيته. الآن أحبتنا الطلبة، هكذا نكون قد اختتمنا آيات سورة الملك، وسأذكركم كل يوم بقراءة آيات سورة الملك وحفظها، ومن تابع حفظها إلى نهاية الأسبوع يرسل لي مقطعا بحفظ آيات سورة الملك لكي أحصي من الذي حفظ آيات سورة الملك ومن يستحق معنا المتابعة هنا ومن يقرأها أيضا. سأعطيكم فرصة إن شاء الله إلى الأمام تقرؤونها وتتابعون فيها، لا تخافون. أهم شيء أن نتابع في حفظ الآيات ونرسلها بقراءة واضحة. بارك الله فيكم. تمام أحبتنا صف الرابع، تمام. الآن ننتقل إلى مادتنا في اللغة العربية إن شاء الله يا سعيد. نعود من جديد إلى كتابنا درس ابن الهيثم. ابن الهيثم قلنا عنه الكثير من المعلومات المهمة. قلنا أنه ولد الحسن بن الهيثم في مدينة البصرة. نستذكر معلومات ابن الهيثم. ولد الحسن بن الهيثم في مدينة البصرة في العراق سنة 354 للهجرة، في عصر ازدهرت فيه العلوم المختلفة. درس الهندسة والبصريات وقرأ كتب من سبقوه من علماء اليونان والمسلمين. كان مرجعاً لأهل عصره في عدة علوم على الرغم من وجود صفوة من كبار علماء العصر. سمع الحاكم بأمر الله في مصر بمقولة ابن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل ليصبح صالحاً للري في أوقات السنة كافة، فاستدعاه إلى بلاطه وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع. لكن ابن الهيثم بعد أن حدد مكان المشروع أدرك استحالة إقامته لعدم توافر الآلات والمعدات المناسبة في ذلك الوقت، فاعتذر للحاكم بأمر الله الذي كان يأمل منه الكثير، ولكن فكرته أصبحت حقيقة ماثلة حين أقيم السد العالي في المكان نفسه في العصر الحديث. نبغ ابن الهيثم في طب العيون وشرح العين تشريحا كاملا وسمى أجزاءها بأسماء ما زال بعضها مستعملا حتى اليوم. هنا يتبين لنا من درس ابن الهيثم أنه كان عالما بمنتهى الذكاء والبراعة، عالما توجد له نخبة من الكتب وصفوة من العلماء ساروا على منهجه في طب العيون. الآن كنا قد تحدثنا في الحصة السابقة عن أهم المعاني والمفردات والتراكيب في هذا الدرس، ونلفظ هنا، ألفظ كل مما يأتي لفظا صحيحا، ألفظوا معي: ازدهرت صفوة الري أمده شرح. هنا نلاحظ هنا الفعل ازدهرت فعل، صفوة اسم
اسم لأنه يقبل عن التعريف ويوجد عليه تنوين. الرأي اسم عليه أن التعريف، أمده فعل، شرح فعل. تمام، ننتقل هنا إلى أهم الأفكار ونستذكرها. قلنا في أهم الأفكار الرئيسية في درس الحسن بن الهيثم أنه تحدث عن تقدير علم الحسن بن الهيثم، تحدث عن صاحب فكرة تنظيم مياه النيل، أصبحت فكرته حقيقة عندما توافرت المعدات والإمكانيات مع تطور الزمن. الآن هذه أهم الأفكار الرئيسية، فقد كان الحسن بن الهيثم يشكل علما من أعلام أطباء العيون، وأصبحت الدراسات الآن في الجامعات عندما تسير عندما تريد أن تتخصص في طب العيون هنا يرجعون إلى مراجع من؟ الحسن بن الهيثم. تمام، سنتحدث اليوم بعدما تحدثنا عن أهم المعاني. أحبتها الطلبة، هل راجعتم من معاني؟ مهمة المعاني هنا، ذكرها مهم هنا، أحسنتم. وأهم الأفكار الرئيسية، سنتحدث اليوم عن أهم الاستخراج من درس ابن الحسن بن الحسن بن الهيثم. تمام، الآن نعود إلى النص. نستخرج فعل ماضي، أريد فعل ماضي من النص هنا. أين الفعل الماضي هنا؟ نقول ولد. أيضا فعل ماضي، هيا استذكروا معي فعل ماضي. هيا هيا هيا، ولد الحسن بن الهيثم في مدينة البصرة في العراق. أين الأفعال الماضية في النص كله؟ في عصر ازدهرت. ازدهرت أليس فعل؟ ازدهرت أليس فعل؟ وهو فعل ماضي. ضعوا تحتها خطا أنها فعل ماضي. درس الهندسة والبصريات وقرأ، كلها أفعال ماضية أحبتنا الطلبة. ازدهرت، درس، ولد، قرأ، من سبقوه، كتب من سبقوه من علماء اليونان والمسلمين. كان مرجعا هنا، كان مرجعا لأهل عصره في عدة علوم على الرغم من وجود صفوة من كبار علماء العصر. سمع هنا، سمع فعل أمر أيضا. الحاكم بأمر الله في مصر بمقولة ابن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل يصبح صالحا للري في أوقات السنة كافة. إذا هنا الأفعال الماضية كما نلاحظ، عفوا، سمع، درس، نبغ، كلها أفعال ماضية كما قلنا وكما حددنا أهم الأفعال الماضية. هنا اسم المعرفة، اسم يدل على المعرفة. الاسم المعرفة أحبتنا الطلبة يبين أن هذا الشيء مشهور. الاسم المعرفة اسم مكان مشهور، اسم زمان، عفوا، اسم مكان، اسم علم، اسم مدينة معروفة في البصرة. أليست البصرة هنا اسم علم؟ اسم معرفة هنا البصرة أيضا. لنضف، اكتبوا معي البصرة. الهيثم والحاكم البصرة العراق كلها أسماء معرفة تدل على معارف كما هنا. الهندسة، للتعريف، البصريات، كل اسم يبتدئ بأل للتعريف أو اسم علم مشهور أو اسم مدينة هنا يدل على معرفة. تمام أحبتنا الطلبة، بارك الله فيكم، أحسنت. السد، العراق، أحسنتم، بارك الله فيكم على نشاطكم. جمع مذكر سالم، أريد جمع المذكر يدل على جمع مذكر سالم. ونحن نعلم أن للتذكير جمع المذكر السالم ما ينتهي بالواو والنون أو الياء والنون، وسنتحدث عنه بقاعدة مفصلة إن شاء الله، لكن هذا مجرد فقط استخراج. إذا جمع مذكر سالم، المسلمين، نقول المسلمون هنا، هنا المسلمين تدل على جمع المذكر السالم. حرف جر، حرف جر زائد اسم مجرور في مدينة، هنا في مدينة، حرف جر زائد اسم مجرور. أيضا هنا أين حرف الجر اسم مجرور؟ في عدة،
على الرغم من وجودي من كباري ما أسهل حروف الجر والاسم المجرور، حرف الجر والاسم المجرور، تمام؟ حرف الجر والاسم المجرور هنا يوجد الكثير، تمام؟ في عدة أحسن عن قدرته على تنظيم إلى بلاطه هنا في مدينة ضرب زمان حين. وظروف الزمان للتأكيد ظرف زمان حين أو بعد أو قبل، بعد قبل حين تدل على الوقت، ظروف الزمان تدل على الوقت، حين بعد لنرى بلوح الكتاب. تمام. وكان مرجع لأهل عصره في عدة عقود. هذه أقول أصبح صالحا للري استدعاه. بعد أيضا هنا بعد تدل على ظرف الزمان هنا. إذا ظرف زمان حين أو بعد. اسم إشارة من أسماء الإشارة التي وردت في النص هنا. ذلك، هذا، هذه أهم أسماء الإشارة أحبتنا الطلبة. ذلك، هذا، هؤلاء، تمام؟ مهمة جدا. جمع تكسير، جمع التكسير قلنا ما يدل على جمع مفرد، قبيلة، قبائل، أمر، أمور، ها هي مثلا أوقات، وقت، أوقات تدل على جمع، تمام؟ أجزاءها، جزء، أجزاء، هذه كلها معدات أحسنتم. لا، معدة، معدة، معدات هي جمع ليس التكسير هنا. آلة، آلات، هذه جمع مؤنث سالم. ننتبه التي تنتهي بألف تاء إن كان مفردها مؤنث هي جمع مؤنث سالم. فننتبه إلى جمع التكسير والمؤنث. إن شاء الله سأخصص حصة للتمييز بين أنواع الجموع بإذن الله تعالى قادما قبل الاختبار بإذن الله تعالى، سنميز بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث وجمع التكسير إن شاء الله. تمام، الآن ننتقل هنا إلى الفعل المضاعف. أحبتنا الطلبة، الفعل المضاعف هو من يكن عليه تضعيفا للشدة، مثل شرح، تمام؟ شرح يوجد عليه تضعيفا للشدة هنا فسمي الفعل مضاعفا، تمام؟ فسمي الفعل حدد، أمده، تمام، أحسنتم. أمده أيضا هي من الأفعال المضاعفة، تمام. فعل الماضي الناقص أحبتنا الطلبة من كان وأخواتها، كان وأخواتها، كان وأخواتها هي أفعال ماضية ناقصة. كان دائما نسميه فعل ماضي ناقص دائما. الأفعال المضارعة، أحسنتم بارك الله فيكم، يريد، ها هي أفعال مضارعة أمثل عليها، يأمل أيضا هنا يبتدئ بالياء. هلا، الفعل المضارع هنا يجب عليك أن يبتدئ بالياء، أحسنتم أحبتنا الطلبة. يأمل ويكون مرفوعا بالضمة، تمام. الآن هكذا نكون قد وضحنا أهم الاستخراجات من درس ابن الهيثم، هذه أهم الاستخراجات، وسنتوسع إن شاء الله قادما باستخراجات أخرى، لكن سنوضح أهم شيء، كل قاعدة لها أسماء الإشارة سنكتبها بإذن الله، سأكتبها لكم، والفرق بين الجموع حتى نميز أكثر من أنواع الجموع إن شاء الله. يصبح، بارك الله فيكم، يصبح هنا، تمام، ننتقل إلى ربنا. فقط قليلا.
نقرأ هنا في صفحات الكتاب، الصفحة 47 فقط، اقرأ الجمل الآتية مراعياً الوصل والقطع فيما تحته فقط. فقط نريد قراءة مراعياً الوصل والقطع. لاحظوا معنا في القراءة. ألف: ولد الحسن بن الهيثمي في مدينة البصرة. ولد الحسن، ولد ما قلت همزة قطع هنا، ولد الحسن فنفرق هنا. ألف الحسن هنا، ولد هنا الحسن، هنا الهمزة الوصل، ولد الحسن. نسمي هذه الهمزة همزة وصل، نسمي هذه الهمزة همزة وصل. فلنتابع: ولد الحسن هنا همزة الوصل في مدينة البصرة، البصرة هنا أيضا همزة وصل لم تكن قطع. تمام. نتابع أيضا باء: أدرك ابن الهيثم استحالة إقامة المشروع. هنا همزة وصل، همزة وصل. أدرك ابن الهيثم، ابن الهيثم استحالة، لأننا لم ننطقها، هل نطقتها بالهمزة القطع هنا عندما قلت أدرك ابن الهيثم استحالة؟ أنا كتبتها لكن لم أنطقها، فتسماها همزة الوصل، الوصل بين الكلمات هنا. إقامة هنا قطع كانت، إقامة المشروع، المشروع هنا أيضا جاءت همزة الوصل. سمى ابن الهيثم، سمى ابن الهيثم هنا الهيثم. سمى ابن الهيثم أجزاء العين بأسماء ما زال بعضها مستعملا. بارك الله فيكم. إذا همزة الوصل هي تكتب لكنها لا تنطق. الواجب هو استخراج همزة الوصل من درس ابن الهيثم وإرساله. وغدا إن شاء الله نتابع حل الأسئلة. بارك الله فيكم وشكرا لكم.